بس في ايه؟ انت تاني؟ الاستاذ مدح. الاستاذ رشاد. ايوه يا سكين. ايوه معاك يا حبيبتي. شوف ما تمدش ايدك على اي حاجه موجوده على المكتب، مفهوم؟ بس حلو البسله. اه حلو. انا اللي شاريها كيلو ب 150 قرش. انت كريمة جايه ب 150؟ اه 150. انا بجيبها ب 120. يبقى ضحكوا عليك، دي البيته هي اللي بيبيعوها ب 120. ايه؟ امال فين الجزر؟ الجزر؟ يا سلام عليها بقى بالجزر، لذيذه لذه وطعم طعام وشويه آه. بقى رز جنبيهم وفلفلين. اه عندك حق. بتبقى ايه ايه؟ ايه تبقى ايه؟ لا انت هتاخد وتهد معايا كتير ولا ايه؟ انا هتصاحب بعض. استاذ رشاد. ايوه يا سكينه معاك يا حبيبتي، دي كانت شوره منيله ب 60 نيله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرما يا حاج رشاد. جمعا إن شاء الله. أظن أنت هنا علشان أخونا الأستاذ مدحت. إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن أخونا الأستاذ مدحت يكون خلص الدورة بتاعته على خير، وبإذن الله يكون جاب امتياز. هو أنهى الدورة على خير بفضل الله وبركته، بس يبدو أنه وصل لحد دورة المياه. اتفضل انتظروا. إذا كان على دورة المياه مش إشكال، أنا هتمشى خمس دقايق وأرجع بإذن الله. انت بعد المجمع بتسرع على هواه. انا هنا في المجمع وبس. المجمع كله لم برضه. كله ازاي يا سيدنا الاستاذ؟ ده انا يا دوبك شاري المطرح ده ودافع فيه 8 جراطين طين. تبيع جراطين ارض ببلدكو عشان تيجي تمسح جزم في مصر؟ قول يا باصي وسلمها لله. رجلك التانيه. تعرفش الاستاذ مدحت اللي شغال هنا؟ ايوه. اعرفه. بيلبس جزم من بلاد بره وبيخاف عليها بالورنيش المحلي. ربع جنيه، نص جنيه. هو مسح الجزمه دلوقتي بقى بنص جنيه؟ انت ما تعرفش؟ لا الحقيقه ما اعرفش، بس انا بمسح جزمتي بنفسي وجزم ولادي كمان، بس بعد كده بقى انا همسح جزم الجيران والشارع كله. هات الربع جنيه بانك راجل طيب. سلام. سلام يا محترم. ورنيش. ايه اللي انت عملته في النادي مع الولاد ليله امبارح يا حيوان؟ والله العظيم ما حصل مني اي حاجه غلط يا سعاده الباشا. زعلت البيه الصغير منك ليه يا ولد؟ ها؟ انا بعتك النادي بقى عشان تخلي بالك منه ولا عشان ترجعه البيت زعلان؟ يا سعاده الباشا انا ما زعلتوش، انا كنت واخد بالي منه وعيني كانت عليه ما انا مشيتش، لكن هو اللي اتضير ورا ظهري وشبك لي ديه وانا مش واخد بالي. وبعدين يعني سعادته هو والاساتذه العيال اصحابه يعني هات يا ضحكي وتريقي وانا مش واخد بالي. لما خدت بالي كشيت فيه بس وقلت له عيب كده يا سامح بيه، عيب كده. ما برضك يعني كل حاجه وليها حدود يعني يا باشا. حدود ايه يا حيوان؟ وماله انا بركب لك ديل؟ ما ابوك في البلد له ديل وامك في البلد لها ديل. سعاده الباشا خلي امي وابويا بعيد، لا يستر عرض. وكمان بترد عليا حيوان؟ دور نفسك مكتب. انتبه يا عسكري، انا هرجعك الوحده تاني عشان تتربى هناك وهخليك تبوس الجزم وتفقد مده يا حيوان. برا صف كلب. هو الاستاذ مدحت لسه ما جاش؟ اصل نسيت اقول لك ان عنده شويه تعب في المصران الغليظ وبطنه ماسكه من الميه اللي بنشربها. ميه ايه يا مدام؟ الميه زي الفل. انتوا هتتلككوا في الميه؟ ما تشوفوا بتاكلوا ايه الاول؟ الراجل بقى له نص ساعه في الحمام، لا يكون حصل له مخلوق ولا اغمى عليه. يا استاذ مدحت! 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 حضرتك الاستاذ مدحت؟ لا انا مش الاستاذ ده. طيب انت زعلان ليه؟ زعلان عشان الهيفا والدم كان حاطه دي. يا استاذ يا حبيبي ده بيت الادب، بيت الراحه، لازم تدخل في هدوء عشان الناس تاخد راحتك. في اوروبا والدول المتقدمه يا مغفل. الله الله الله. اذكر ساكت.
في اوروبا والدول المتقدمه الناس بتدخل البيت ده على انغام المزيكا، على انغام المزيكا هادئه. انت عايز هنا مزيكا هادئه؟ لو في عرض وانصاف. يا استاذ مدحت تاني؟ يا استاذ مدحت شفاكم الله وعافاكم يا استاذ مدحت. ماما الغالية. لا عزيزتي ماما، عزيزتي ماما. يا استاذ فتحة شفاكم الله وعافاكم استاذ فتحة. لا ما عدتش استاذ مدحت وانت قاعد. لا هما قالوا لك راح فين؟ قالوا راح دورة المية. انت كنت هتدور عليه هناك لاخر فرصة عشان اخلص الشغلانة بتاعتي. شوف يا بلدينا انا عادل لك على السر. كيف يا سر؟ الاستاذ مدحت جه عايز قوي قوي ومحفلط على الاخر، لا يمكن يدخل دورة مية هناك. هو دلوقتي بره المجمع حوالينا مباني فخيمة، دورة المية اللي فيها تشرح القلب الحزين فعلا. المتهمات اللي جوه اخبارهم ايه؟ محدش فتح عليهم يا سعاده الباشا. الله يفتح الباب. حاضر. اتفضل يا باشا. اصحى من النوم يا مادة وهي. انتوا فاكرين نفسكم نايمين فين؟ في اوضة نوم يا حلوة انت وهي؟ انتوا في مكاتب حكومة. قوموا. هات لي الجزء دي من المكتب. حطيت سكر على الشاي؟ حطيتين يا فندم. يا بني ادم قلت لك 1000 مره الشاي بتاعي عليه حته سكر واحده. ولا تزعع روحك يا سعاده البي، انا بشربه بحتتين. طب امشي روح هات شاي تاني. يلا. سيجاره؟ ما بتدخنش. انا بقى بدخن. انت مش عايز تمضي على المحضر ليه؟ انت كده معطله عرض القضيه على النيابه. انا ما اقدرش اتاخر عن النيابه بس امضي على اقوالي. امال دي اقوال مين؟ دي اقوالهم هم. انا يا دوبك خرطت على الفسق، خدشت الحياة، لكن اكتر من كده ما عملتش. وسيادتك عارف ان دي قضيه ودي قضيه، هي دي بقى الاقوال اللي همضي عليها. What is that toilet, please? Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Ja, 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 ja. Almani, oh, Almani, was? German. What is German toilet? Was? Stupid. Schweinrupen. Scheiße. Schweinrupen. Sprechen Sie Deutsch? No, but we speak English. Speak English? Fine, indeed. Thank you. What is the toilet, please? Just around the corner here. From this way, huh? Yes. Thank you very much. Thank you very much indeed. Thank you very much. You're welcome. يا أستاذ مدحت شفاكم الله وعافاكم. حضرتك الأستاذ مدحت؟ مدحت مين؟ أنا مش مدحت. لكن لو أنت عايزني أبقى مدحت عشان خاطرك أنت بس
هبقى مدحت قوي، مدحت خالص، مدحت جدا، مدحت جدا جدا. ليه في ايه؟ لا مفيش حاجه يا عم. حضرتك الاستاذ مدحت؟ لا يا سيدي مش الاستاذ مدحت. عايز ايه بقى؟ لا مفيش حاجه. انت كنت بتعمل ايه؟ مش شغلك. يا استاذ مدحت ايه؟ في ايه؟ ايه رايح فين؟ لا انا داخل. داخل فين وتعمل ايه؟ مش هنا برضه وزارة الخارجية؟ هي دي وزارة الخارجية. طيب انا جاي هنا عشان الاستاذ مدحت. مدحت مين؟ وبيشتغل في اي ادارة؟ والله اللي اعرفه ان اسمه مدحت بس، هو بيشتغل في الادارة التعليمية في المجمع. هو جاي اصله عشان يقضي مأمورية وانا جاي عشان استعجله. نوع ايه المأمورية اللي جاي يقضيها عندنا؟ هو جاي يقضي حاجة. ايه هي الحاجة؟ هو يقضي حاجته، هي بتتقال كده في اللغة العربية، يقضي حاجته يعني انا هقول لكم على كل حاجه بصراحه. الاستاذ مدحت اصله جاي هنا عشان يخش الحمام. الحمام؟ ايوه طبعا. حضراتكم عارفين ان حمامات المجمع فضيحتها بجلاجل. الاستاذ مدحت ابن ناس، ابن اصل، يحب يخش مكان عليه القيمه نظيف. هيكون فين المكان ده غير هنا في وزاره الخارجيه؟ هو كان بيشرفنا قبل كده. يا سلام. لكن الجامعه العربيه لما عملت تجديدات شامله ايوه بيروح هناك. وهي قدامك اهي في الجامعه العربيه. في الجامعه العربيه. طب يا اخوانا احنا متشكرين قوي. العاف. مين؟ العاف. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ده حضراتكم اخوات؟ ها اخوات انتوا بس مش عايزين تقولوا. مين فيكم غير التاني؟ كانت معانا يا سعاده الباشا وبتعمل زي ما بنعمل بالظبط. كانت معانا يا سعاده الباشا وبتعمل زي ما بنعمل بالظبط. انت حضرتك يقولوا لي يقولوه، وانا كمان من حقي اقول اقوالي وحضرتك تسمعها وتكتبها. انا اتقبض عليا في مكان عام في كافيتيريا لوكاندا محترمه 5 نجوم. مش زي ما هو مكتوب في المحضر في شقه مفروشه. على مين الكلام ده يا بنت؟ من حقي اقول اللي انا عايزاه، والنيابه يا تاخد بيه يا لا. انما حضرتك عايز توديني النيابه ليه بحاجه ما عملتهاش؟ حضرتك هتكسب ايه؟ زميلتكم دي قلت الادب قوي، وزي ما شفتم بنفسكم غلطت، وده مش كويس عشانكم. وانتوا عارفين كويس قوي ان الحسنه بتخص والسيئه بتعم. لو اتربت كويس المحاضر القديمه كلها تتقطع وتتكتب محاضر جديده وتنظر فيها النيابه وتؤمر بالافراج عنكم. انت السبب يا ماما، انت اللي صممت اتجوز بنت اختك اللي سودت عشتي. لكن الله يسامحك عشان انت ماما، لكن هي لا. يا رب يا رب تتجوز واحد من بعدي يسقيها المر ويوريها العذاب الوان والوان. يا واد اسمع كلامي وقوم ترجعها علشان يسامحك. ده راجل شراني. انا ما غلطتش عشان يسامحك، وبعدين يعمل اللي يعمله. انا مش هنزل لنفسي لاي مخلوق. يا واد اتصل باركان حرب المعسكر هيبعت 2 حرس يستلموك محبوس. اديني قلت لك وانت حر. امجي على المحضر اعملي معروف، المعامله في النيابه زي الفل، خرجينا من هنا بقى. انتوا عارفين ان انا ما كنتش شغاله معاكم. ايوه يا حبيب